ممرضانا يتعذبون في كافة أنحاء العالم، يعني ناس تبيع في 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 ذهبها وفي سياراتها باش ياخذ جرعات السرطان، الدواء السرطان والعياذ بالله، حشاك يعني عافاكم الله. ناس باعت املاكها باش يعالج ابنها عنده حاله قلبيه ولا كذا. يعقل في دوله بتروليه عايشين على بحيره من النفط ويقعدوا مرضانا بهالطريقه؟ انت المفروض كل ليبي عنده بطاقه تامين من اهم الشركات، واي دوله يوقف عليها يعالج. ما ينفق على الصحه كفيل بان يؤمن كل ليبي، حتى اللي مازال ما جاش مؤمن، حتى اللي يولد اصلا مؤمن. Thank you.